السلام عليكم. عبد اللهيان، إيران والصين عزيمتان على التنفيذ الكامل لوثيقة التعاون الاستراتيجي الشاملة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الاثنين أن إيران والصين عزيمتان على التنفيذ الكامل لخطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال عبد اللهيان عبر حسابه على تويتر خلال توجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الصين: نحن ذاهبون إلى الصين مع الرئيس في زيارة حكومية، وأن العلاقة الثنائية المتنوعة والتعددية والسعي وراء سياسة خارجية متوازنة مدرجة على جدول الأعمال. وأضاف عبد اللهيان أن إيران والصين عزيمتان على التنفيذ الكامل لخطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وحيثما توجد مصالح الشعب فنحن متواجدون هناك، مؤكدا أن التعددية والسياسة الخارجية المتوازنة على جدول أعمال الرئيس الإيراني خلال زيارته للصين. وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور بكين خلال الأسبوع الحالي لمدة 3 أيام. وقال المتحدث باسم الوزارة هو تشون بينغ: إنه بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بزيارة دولة الصين في الفترة ما بين 14 إلى 16 فبراير شباط الجاري وفقا لبيان رسمي. بالأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.